السلام عليكم. بزاف الناس كيسولون على هاد الصبايغ هادو اللي هما فاتحين. بالنسبه لهاد الناس اللي كيديروا هاد اللون هادو فهم عارفين على حسب الدرجه ديال لون الشعر ديالك. الا كان كحل باسكو في هذا يقدر يخرج لك ماغون فرونسي، يعني على حسب الدرجه ديال اللون ديال الشعر ديالك. بالنسبه للناس اللي باغين فريمون يخرج لهم هاد اللون، واخا يكون اللون ديالهم طبيعي مثلا فرونسي قهوي على حسب حتى الزغبه ديالك، البشره ديال الزغبه ديالك، ف اللي بغى يخرج هذا اللون ما عليه الا بسحب لون. خاصه دير سحب لون تخليه واحد نص ساعه ولا ثلث ساعه على الروب. ما تخافش من سحب اللون ديال فيرونا، فهو سير بروتين بزاف الناس داروه ما دار لهم الشعر ديالهم والو. وتخلي هاد الصبغه هذه لافونتاج ديالها الشعر ما كتقصفوش، ما فيش ديك الامونياك الضاره. يعني هاد الصبغه هذه الناس اللي جربوها، هنا عندنا واحد السيده اللي دارت هذا رقم 32 مثلا ودارت سحب اللون، فغادي نوريكم هي شعرها عامر شيب. شو كيفاش خرج لها، يعني من بعد هي شعرها كان يعني بريسك قهوي فونسي بزاف، فدارت سحب اللون كما كتشوفوا. حتى هذاك الشيب ديالها ولا بحال كيبان بحال لي ماش، يعني هنايا هذا دارت سحب اللون ودارت رقم 32 باش عطاها هذا اللون هذا كما كتشوفوا. هو هذا اللون اللي عطاها، يعني لون زوين، ولكن من بعد ما دارت سحب اللون من فيرونا من جوانا اللي هي الوكيل الحاصل ديال شركه فيرونا، فشعرها ملي دات ليها انت دات لي سحب اللون كما قلت لكم وصبغاته وماشي متقصف ما حتى شي حاجه. هذا هو الشعر ديالها. غادي نقول لكم هو ان هاد الصبغه هادي ميمكنش تخرج في اي شعر، ممكن ديريها 29 على شعرك طبيعي كحل ولا قهوي ما غيعطيكش هاد اللون هذا، يعني ولو مشي عند كوافور ما غاديش يعطيك حتى شي، ما كايناش هادي في حتى شي قاعده. خاص ولا بد نفتح شعري واحد اللون، نفتح شعري بالهذا اللي هو كيخدم على سحب لون تاع على اللون ديالك الطبيعي، وكيخدم على ليماش. يعني بغيتي ديري بيه ليماش سوا سحب لون وما تخافيش منه. يعني الناس بزاف جربوه غير في الدار، كاين واحد الطريقه كما قلت لكم غادي نلوحها لكم في واحد لا فيديو. وعندنا هاد اللون كاملين ممكن يخرجوا لك بطريقه سحب لون. سينو بغيتي انت شعرك قهوي بزاف وبغيتي مثلا شاطنا ولا بغيتي واحد اللون، ممكن ديري حتى هذه يخرجوا لك بواحد اللون اللي هو مثلا صفار بارد ولا شي حاجه. حاجه اخرى اللي عندنا في هاد لاغام هادي عندنا ليماش، ليماش هما بالسيلك بروتين، هاد الصباغه ما كتضرر الشعر ما كتخليش بحال السيك، واخا تخليه مده طويله. وبالنسبه للناس اللي عندهم صبغوا شعرهم ولقاو واحد المشكل، انا بقات لهم واحد الصفوريه وما لقاوش هذاك اللون اللي بغاو، فعندنا هاد السبراي، هاد السبراي هذا، فممكن انها كتفتح لك شعرك من بعد ما كتصبغي. يعني بعد ما كتصبغي شعرك ما كتبغيش تعاودي تصبغيه وانت باغا واحد الغفلي اللي يخرجوا لك صفرين ولا هكا شهبين، كتبقاي كتغسلي كل يومين وكترشيها. غير هو خاصك تنشفيها بالسوشوار باش كتبقى تخرج عاوتاني يومين ثلاث ايام كتعاودي تنشفيها بالسوشوار على ما كتلقاي داك اللون اللي بغيتي. فهادشي هو اللي كاين.